في إطار الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1557 نزيلاً من الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. مع إشراقة شمس 6 أكتوبر وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تفتح أبواب الأمل والحياة لهؤلاء المفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة هذه الذكرى الخالدة. فقد أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 458 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم إحياءً لانتصارات أكتوبر، فكان العفو بالنسبة لهؤلاء فرصة جديدة للحياة. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. العفو بالنسبة لنا بداية جديدة، وإن شاء الله يعني نبتدي بداية وحياة تانية خالص غير اللي كنا عايشينها يعني بإذن الله. نشكر سيادة الرئيس على العفو ده، احنا فرحة كبيرة والله العظيم، ما كناش منتظرينها يعني، بس الحمد لله. الحمد لله بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بعفو 6 أكتوبر، كلنا طبعا فرحانين الحمد لله، ويعني خلانا نبدأ حياة جديدة وتعلمنا والحمد لله على كل حاجة. انتهت لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية إلى الإفراج عن 1557 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط العفو بعد تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي وفرت لهم البيئة الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. جينا هنا بتواجدنا في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، لقينا أن كل واحد عنده مهنة ممكن يقدر يمارسها بشكل جيد وياخد عليها مقابل مادي أو ومعنوي كبير جدا من الناس المتواجدة هنا. بنشكر جدا السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأنه ادانا فرصة تانية، وبيأكد أن النزيل لا يعاقب مرتين. في البداية عايز أقول أن مركز إصلاح والتأهيل حاجة كويسة جدا، حاجة آدمية، فيها هنا تأهيل وفيها ننزل مكتبة، ننزل ورش هنا تصنيع نجارة وحدادة، وهنا مركز طبي عالمي اللي فيه رعاية طبية متكاملة. هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم محاور السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تراعي فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتمنح من خلالها الفرصة للمفرج عنهم ليبدأوا من جديد حياة كريمة. العفو ده جاني فرصة للحياة، خلاني يعني أنا عايش أرجع عيشة تاني مع عيالي، فرصة حلوة جاتني. طبعا أول حاجة بحمد ربنا إن هو فكها علينا، والحمد لله برضو خرجنا لأولادنا والأهالينا، وإن احنا نرجع في وسطهم تاني زي الأول، ويا رب يفكها على الناس التانية. وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر إدارة مبنى مركز وتأهيل وإصلاح وادي النطرون على الاهتمام والأخلاق والتعامل. بنصنع في المجزر اللي هو بتاع الدواجن، وأخد شهادة من جوه ممتحنة وأخد شهادة، وإن شاء الله لما أطلع بره أنا معايا شهادة هطلع أقدم بيها بره وأشتغل في شغلة زي كده هتنفعني بره. بالإنسانية والأمل وبالإرادة والعمل والحب بين الناس. فرحة كبيرة للمفرج عنهم وهم يخطون خطواتهم الأولى خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث كان في استقبالهم ذويهم الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالعفو الرئاسي عن أبنائهم وعودتهم لأحضانهم مرة أخرى.